هنتكلم اكتر فنيا عن اللقاء. معانا كابتن طارق السيد نجم النجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر. يا ابو الكباتن اهلا بحضرتك. اهلا يا رب، ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ انا زي الفل. ومش عارف اقول على لقاء امبارح، هل هي نتيجه مرضيه ولا نتيجه خادعه؟ لا هي طبعا، بص، هي النتيجه هي افضل ما في اللقاء. ماشي، انا شايف النتيجه مش وحشه خالص، النتيجه كويسه. انت الجون بتاعك اللي هناك ده قرب المسافه بشكل كبير جدا بينك وبين فرقه نهضه بركان. تقدر ان شاء الله باذن الله هنا في استاد القاهره تسجل وتحافظ على، اهم حاجه تحافظ على مرماك من غير ما الفرقه دي تسجل فيك. هم يمكن انا سامعك بتقول ان جوميز بيقول ان الفرقه جامده والفرقه كويسه ومستعده احسن. لا، المفروض ان الزمالك يكون هو المستعد افضل، يعني المفروض ان المدير الفني بتاعنا يكون مجهز لعيبته اكتر وافضل، لان هو عنده 90 دقيقه هنا في القاهره بعد اللقاء الاولاني. فطبيعي جدا ان الراجل كان هيجهز للماتش ده بشكل كويس، والراجل كان بقاله اسبوع ما بيلعبش ماتشات، فواخد وقت كويس جدا يقدر يشتغل تكتيكيا ويذاكر الفرقه دي كويس. واضح ان مستر جوميز ما ذاكرش الفرقه دي اصلا يا قاضي، لان واضح ان التشكيل اللي بدا بيه مستر جوميز كان فيه غلطات. يعني انا مش متخيل ان ممكن سامسونج يلعب وينج ليفت. يعني دي صعبه جدا في الكوره. مش كل اللعيبه تقدر تلعب في كل الاماكن او في مركز واثنين وثلاثه، هو بيلعب 10 بيلعب فيرود ماشي، انما حته الجناح دي ليها ناسها وليها ستايلها وليها اسلوبها وليها تحركاتها. لو كمان ان على الدكه في سيد عبد الله نيمار وفي ناداي، يعني كان ممكن يبدا بحد منهم. ودي نقطه مهمه جدا برضو انت بتكملها اهو. فدي نقطه على فكره طيرت او بوظت منك شكل الجبهه اليسرى كلها. يعني فتوح ما كانش قادر يخرج بالكوره بسبب عدم سيطره سامسون على المكان بتاعه، مش قادر يستلم في الحته دي، مش قادر ينزل يساعده، فكان فتوح زي ما نقول كده مكشوف بنسبه كبيره في الشوط الاول. وفي نفس الوقت حسام عبد المجيد، لان الخط كله اتضرب في الحته دي. هل انت ما انت احنا كنادي الزمالك وطاقم التحليل بتاعنا والجهاز الفني ما ذاكرش الناس دي كويس وعارف ان خطورتهم عند الجبهه اليمنى، فاقدر اامن فتوح بشكل كويس في الحته الدفاعيه معاه بحد يقدر يكمل معاه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت كنت بتلعب بزيزو، بتخلي زيزو يرجع يدافع عند ال 18 بتاعك، ومطالب منه ان هو يعمل تحول هجومي في الـ على فرقه نهضه بركان. صحيح، ده اهلك زيزو بدنيا بشكل كبير جدا، خلاه ما عرفش ان هو يقدر يعمل الشق الهجومي زي ما الكتاب ما بيقول او زي ما زيزو بيعمل. عشان كده كنا بنطالب، وانا شخصيا كنت بطالب مره واثنين وثلاثه، ان الماتش ده يتلعب بطريقه مختلفه غير الطريقه اللي احنا لعبنا بيها. لا، وكمان يا كابتن الاعتماد على الخروج بالكره من الدفاع لخط النص، التدرج والبناء الطويل في ظل الضغط العالي من نهضة بركان واكتر من غلطه، ده كان غريب بالنسبه للناس كلها امبارح. اصراره ان الزمالك يخرج بالكوره من مسلوسري حسام عبد المجيد لفتوح من الجبهه اليسرى، حتى جاب زيزو وينج ليفت عشان يخرج بالكوره من المنطقه دي، واكتر من كوره عملت هجمه مرتده على الزمالك وخطوره. هل كان لازم يغير الطريقه اللونج بول في حاله عدم قدره اللاعبين للخروج بالكوره بالشكل ده؟ بص يا اقول لك على حاجه، كانت مشكله الحته دي هي الجبهه الشمال بس، بسبب ان سامسون ما بيستلمش بظهره. سامسون ما بيستلمش تحت ضغط بشكل كبير جدا، فكانت الكره بتتقطع من الباص من فتوح، تتقطع عند سامسون، تترد عليك هجمه مرتده، تبقى خطر جدا في الحته دي، وكان بيزيد اثنين على فتوح طول الوقت. صحيح، عشان كده ظهر فتوح بشكل مش كويس. انا ما عنديش مشكله ان انت تبتدي الهجمه وتعمل الاستحواذ اللي انت بتعمله ماشي، بس لازم يبقى في تطوير في بدايه الهجمه اللي انت شغال بيها. مره اشتغل من القلب، مره اشتغل من الجناح، مره اشتغل من الجناح العكسي بتاعك، على اساس ما يبقاش هي طريقه واحده او شكل واحد. لو اتقفلت خلاص شكرا. وبعدين انا بستحوذ الكره تحت رجلي مثلا بنسبه 75%. صحيح، طب بعد كده هعمل ايه؟ يعني انا مش هقعد ابص في نص الملعب ومش عارف اطور الحته الهجوميه بتاعتي اللي انا اقدر اوصل بيها. انا بشتغل الشغل ده عشان اقدر اوصل لجون الخصم. طب هل ده اتعمل؟ ما اتعملش. يبقى هنا في قصور في بدايه الهجمه عندك، او في قصور في الاستحواذ بتاعك. صحيح، انا بشتغل استحواذ عشان خاطر في الاخر اوصل للجون بتاع الخصم، مش بشتغل استحواذ عشان اقعد ابص في نص الملعب وفي الاخر الكره تتقطع مني في الحته دي فترد عليا هجمه مرتده.
خد بالك انا احنا بنقول الكلام ده ليه برضه؟ عشان الناس تبقى ايه، عشان نعالج ده ونبدا نشتغل عليه الماتش الجاي. احنا مش جايين نطلع عيوب وننتقد، احنا جايين نقول ازاي الزمالك يقدر يفوز في لقاء العوده. عشان الناس بس تبقى فاهمه احنا بنتكلم كده ليه، ما حدش يقول لك اصل عمالين ننتقد الراجل، لا لا احنا لا بننتقد الفرقه، احنا مش عارف. لا يا جماعه احنا ما حدش زملكاوي زينا. يعني ما حدش زملكاوي زي يعني انا بعتبر نفسي كده. فلما بتكلم كده انا بتكلم عشان خاطر المشاكل اللي حصلت دي ما تحصلش تاني. الناس تقعد وتسمع وتتفرج وتشوف وتذاكر، لان انا 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 يعني انا هقول كلمه بس غريبه شويه. يعني انا مش متخيل ان ممكن يكون مستر جوميز ما عرفش يذاكر الفرقه دي كويس. طب طاقم التحليل اللي معاه اللي بيحلل اداء ما عرفش يذاكر الفرقه دي كويس. مش طبيعي اللي حصل امبارح. هو الزمالك امبارح لما ضغط الزمالك في كورتين ثلاثه خط دفاعهم ضعيف. الله ينور عليك. يبقى ده في مشكله هنا في مذاكره الفرقه نفسها. انا 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 ده وجهه نظري، لان واضح ان الجبهه اليمنى عندهم قويه جدا. واجي انا ابتدي بالبدايه اللي انا ابتديت بيها في حته ان سامسون هاف ليفت، لا يبقى انا اخترت غلط، يا اما مش مذاكر الفرقه دي كويس. طب ده اللي حصل في الماتش الاولاني، ازاي بقى مستر جوميز يتعامل مع اللعيبه نفسيا وذهنيا للقاء اللي جاي؟ طيب بص يا قضاء، اللي كان المفروض نعمله احنا فيهم هناك هيتعمل فينا هنا. التكتل الدفاعي والتحولات الهجوميه والشغل على في ظهر الباكين بتوعنا. فده لازم يتعالج بشكل معين في نص الملعب، ان لما يطلع فتوح ولا يطلع عمر جابر يبقى في تامين من الناس اللي بتلعب في نص الملعب، الستتين اللي عندنا اللي بيلعبوا سته يعني اللي هم زي مثلا على سبيل المثال دونجا شحاته. لو هتلعب بثلاثه تبقى حاجه جميله جدا جدا جدا، ان يبقى عندهم انت مامن نص ملعبك بشكل كبير جدا. عدم استعجال الهدف الاولاني برضو وعدم الضغط في حته الهدف الاولاني ده نقطه مهمه جدا جدا جدا. ماشي. ان انت الجون هيجي في اي وقت بس تبقى مركز. تبقى مركز صحيح. وتبقى مركز بشكل كبير جدا. دي نقطه ثالثه. اهم حاجه انك اول ما الكره تتقطع منك في نص ملعبك لازم ارتداد سريع والضغط سريع. الله ينور عليك، ترد بسرعه مكانك عشان خاطر ما تضربش في مكانك. يعني عنوان الماتش الجاي ومفتاح فوز الزمالك هجوم وشراسه هجوميه مع صلابه دفاعيه. بالظبط كده، بالظبط كده. الزمالك محتاج يسجل وما يستقبلش اهداف، وان شاء الله ده يحصل والزمالك يسجل هدف واثنين وثلاثه وما يستقبلش اهداف. وبارك لحضرتك يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، ومبارك لكل جماهير نادي الزمالك ومثل الكره المصريه في الكونفدراليه كابتن طارق السيد. دايما بكون سعيد بالكلام مع حضرتك، ودايما الكلام في الفنيات ما بيخلصش. لو اتكلمنا عن فنيات اللقاء هنحتاج وقت طويل، وكابتن طارق لما بيقول تعقيب او بينتقد بشكل لجملة أو الموقف أو لتاكتكس في اللقاء، مش معنى كده اللي هو طالع يقول إن في مشاكل كبيرة، لا هو بيقول ده حصل في الماتش اللي فات فنتمنى ده ما يحصلش في الماتش اللي جاي، وده إن شاء الله ما يحصلش والأخطاء دي لن تتكرر ثانيا في استاد القاهرة.